أربعة نصوص علمية للسنة الثانية والثالثة ثانوي علوم تجريبية مادة العلوم الطبيعية والحياة، وهي حول آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك زائد رسم تخطيطي لآلية انتقال الرسالة. أهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في فيديو جديد على قناتنا التعليمية قناة ثقافة قلم. في هذا الفيديو كما عودناكم طلاب وطالبات البكالوريا شعبة علوم تجريبية سنة أولى ثانية وثالثة، لذلك عزيزي الطالب يجب مشاهدة الفيديو للنهاية، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة قناة ثقافة إقليم للتعليمية، وكذلك زيارة مواقعنا لإليكا تيرواني في متصفحات جوجة لمواقع ثقافة إقليم دوت كوم مناخل للرابط الموجود في الوصف. والآن نبدأ متابعة لنص بسم الله للرحمن للرحيم للسلم لنص لأولي وهو لخاص في نص علم يا حول آلية انتقال للرسالة العصبية على مستوى المشبك مقدمة عرض خاتمة حول آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك للسنة الثانية ثانوي. انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك يكون بتدخل وسائط كيميائية تفرزها النهايات العصبية قبل مشبكية وتؤدي إلى زوال استقطاب بعض المشابكي. فما هي آلية انتقال الرسالة العصبية وشكلها على مستوى المشابك؟ بعد التنبيه الفعال للعصبون قبل مشبكي تصل كمونات العمل إلى النهاية العصبية قبل مشبكية، مما يؤدي إلى هجرة الفويصلات قبل مشبكية نحو الغشاء قبل مشبكي واندماجها معه من أجل تحرير الأستيركولين في الشق المشبكي، والذي يتثبت على المستقبلات الخاصة به في الخلية بعدم الشبكيت، مما يؤدي إلى فتح القنوات الخاصة بشوراد الصوديوم، فتدخل هذه الأخيرة إلى الخلية بعدم مشبكيت مسببة زوال استقطاب بعد مشبكي. بعد انتقال الرسالة العصبية من العصبون قبل مشكب نحو البعد مشبكي يتدخل إنزيم الأستيركولين استيراز الذي يقوم بتفكيك الأستيركولين وإبطال مفعوله وبالتالي العودة إلى حالة استقطاب. تشفر الرسالة العصبية بتواترات كمونات العمل على مستوى الألياف العصبية وتشفر بتركيز الوسيط الكيميائي على مستوى المشابك. مستوى الثانية ثانوي علمي نص علمي حول آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك. تنتقل الرسالة العصبية على مستوى الألياف العصبية بآلية كهربائية، لكن هذه الألياف تتميز بوجود مناطق تمفصل وفراغات فيما بينها تدعى المشابك. فكيف تنتقل الرسالة العصبية عبر هذه المشابك؟ إثر إحداث تنبيه فعال تصل موجة زوال استقطاب إلى النهاية العصبية قبل المشبكية، حيث يكون التشفير على مستوى الغشاء قبل المشبكي بتواتر كمونات العمل. يتسبب هذا في انتقال الفويصلات المشبكية إلى الغشاء قبل المشبكي واندماجها معه محررة محتواها الأستيركولين في الشق المشبكي، حيث ترتبط كمية المبلغ العصبي المحررة بشدة تواتر كمونات العمل في الغشاء قبل المشبكي. يتثبت الأستيركولين على مستقبلاته النوعية المتواجدة على السطح الخارجي للغشاء بعد المشبكي مسببا انفتاحها ومرور موجة زوال الاستقطاب إلى الخلية بعد المشبكية، مما يؤدي إلى تقلص الليف العضلي. تنتقل الرسالة العصبية عبر المشبك بآلية كيميائية عن طريق تدخل مبلغ عصبي كيميائي الأستيركولين، وتكون مشفرة بكمية هذا المبلغ المفرزة في الشق المشبكي. النص الثالث نص علمي حول انتقال السيالة العصبية في المشابك التنبيهية وآلية عمل العصبون الجامع في دمج الرسائل العصبية مقترح بكالوريا. نص علمي لآلية النقل المشبكي يتم انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك باستعمال الوسائط العصبية والتي تتمثل في مواد كيميائية تفرزها للنهايات العصبية قبل لم الشبكي وتؤدي إلى زوال استقطاب الغشاء بعد لم الشبكي. فما هي آلية انتقال وترجمة السيالة العصبية عبر المشبك؟ إثر إحداث تنبيه فعال تصل موجة زوال الاستقطاب إلى النهاية العصبية قبل المشبكية،
حيث يكون التشفير على مستوى الغشاء قبل المشبكي مشفرة بتواترات كمونات العمل، وهذا ما سبب انتقال الفويصلات المشبكية والتحامها مع الغشاء قبل ألم الشبكي. إيتما ذلك لطرح محة والحويصلات ألم بلغ لكيميائي حوال أستيلك ولين إلى لشق ألم الشبكي، ويتحول بذلك تشفير تلك للرسالة بتركيز الوسيط لكيميائي بتركيز لأستيلك ولين ألم فرز في لشق يتثبت على أستيلك ولين على المستقبلات الخاصة به على مستوى الغشاء بعد ألم الشبكي مما يسبب توليد السيالة العصبية بعد المشبكية أي كمون عمل بعد المشبكي، ثم يتم إبطال مفعول الاستيلك ولين من خلال نشاط إنزيم يعمل على تفكيكه يدعى بالاستيلكولين أستراز. على مستوى المشبك تكون السيالة العصبية للعصبون قبل المشبكي مشفرة بتواترات كمونات عمل لتتحول إلى رسالة عصبية مشفرة بتركيز الوسيط العصبي الكيميائي على مستوى الشق المشبكي. 3. رسم تخطيطي تفسيري زائد نص علمي لآلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك المختلفة مذكرة رقم 4 مستوى 2 آلية نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك زائد مطبوعة التلميذ زائد نص علمي يشرح آلية انتقال وترجمة للرسالة العصبية عالية مستوى ألم الشبك واحد أنجز رسمات خطيطاية حصل لمنعكس العضلي على المستوى الجزئي والشردي. 2. في نص علمي اشرح على المستوى الجزيئي والشردي آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك.